السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. في البداية ضروري نوضح واحد الأمر مهم جدا، هو اللهجة اللي كنستعملها في الفيديوهات ديالي. أولا فاش بديت القناة كان كل المتابعين من المغرب، الجزائر وبعض من تونس، احنا كنفهموا بعضنا البعض، لكن مؤخرا لاحظت انه كاين بعض الاخوة من دول الخارج طبيعة الحال صعب عليهم انهم يفهموا اللهجة المغربية وطلبوا مني التبسيط او التحدث باللغة العربية الفصحى. لهذا قررت انني نبسط اللهجة وندخل بعض الجمل مصطلحات من اللغة العربية. كنتمنى انني نكون عند حسن ظن الجميع. فيديو اليوم ان شاء الله هو عبارة عن تعريف بالاماكن او المدن التي يجب زيارتها في حالة جيتي للصين. علاش ضروري انك تزور هذه الاماكن؟ اولا لان اماكن رائعة وما غتشوفهم حتى في شي مكان اخر من غير الصين. بالنسبة لهذا الفيديو غادي نقسمه على جوج مراحل. المرحلة الاولى هي غادي نعرفوا بعض المدن السياحية، المرحلة الثانية هي غادي نهضروا على وسائل النقل داخل الصين. اول الاماكن او الوجهات السياحية المفضلة للسياح الاجانب او السياح المحليين هي مدينة بكين العاصمة. بكين واحدة من اكبر المدن الصينية والمحرك الرئيسي للبلاد، كتجمع ما بين الحداثة والتاريخ وايضا التطور التكنولوجي. من مدينة بكين غنتقلوا إلى شمال غرب الصين، بالتحديد مدينة شيان، واحدة من أقدم المدن الصينية واللي فيها عدد كبير من المسلمين الصين. انتقلوا الى مدينة الباندا تشندو، جات في الجنوب الغربي من الصين وهي عاصمة مقاطعة سيتشوان. وجهة سياحية مفضلة لكل عشاق الباندا لانها الموطن الاصلي لهذا الحيوان، وايضا يمكن لكم تشوفوا جوج انواع ديال الباندا. من الاماكن اللي تزورها في تشندو هو اكبر حوض سمك في العالم، مسجل من طرف موسوعة غينيس للارقام القياسية سنة 2014. وايضا بالقرب من مدينة تشندو هناك اقليم يسمى تيبت. اقليم تيبت كيتمتع بالحكم الذاتي تحت السيادة الصينية منذ عام 1965، منطقة سياحية الصين. نرجعوا الى شمال غرب الصين مرة اخرى وبالضبط الى اقليم شينجيان. تبلغ مساحة اقليم شينجيان 1/6 من مساحة الصين، يعني اقليم كبير جدا. اكبر عدد المواطنين في هذا الاقليم هما مسلمين. هذا الاقليم فيه واحد الجو رائع جدا وايضا فيه مناخ مختلف عن المناخ في الصين. وفي هذا الاقليم يمكن لكم تشوفوا الثقافة الاسلامية المختلفة، ويمكن لكم تزوروا المساجد ذو التصميم المعماري المختلف عن باقي الدول الاسلامية، وايضا الاستمتاع بالصحراء الكبيرة في هذا الاقليم. ودابا ننتقلوا الى اشهر مدينة صينية اللي هي مدينة شانغهاي، واللي هي العاصمة الاقتصادية للصين واكبر المدن من حيث التعداد السكاني. مدينة جميلة كتميز بالتطور التكنولوجي والمعماري وايضا ناطحة السحاب وايضا اماكن تاريخية.
غوانزو هذه المدينه لوحدها ايضا خاصه اسبوع لانها مدينه كبيره اكبر من مدينه شنغهاي. فهذه المدينه بالنسبه لي انا هذه المدينه كتعتبر دوله لانها في حجم بعض الدول ولا اكبر من بعض الدول. فهذه المدينه هي وجهه خاصة بالناس اللي مهتمين بالتكنولوجيا، الناس اللي مهتمين بالبضاعة وبالسلعة لأنها مدينة تجارية، ولكن أيضا فيها بعض الأماكن السياحية الرائعة. ومن بين الأشياء الرائعة اللي غتشوفوها في مدينة غوانزو هي ثالث أعلى برج في العالم. هذا البرج رائع جدا، أنا كنت من المحظوظين ومشيت لهذا البرج، ودابا غادي ننتقلوا لثاني مرحلة من هذا الفيديو. المرحلة الثانية هي عن أفضل وسائل النقل داخل الصين. من الأشياء اللي كتخلي الحياة في الصين سهلة جدا ومريحة للجميع هي المواصلات. الصين كتمتلك أسطول كبير من الطائرات للرحلات الداخلية بأثمنة مناسبة، وأيضا القطارات فائق السرعة والقطار العادي اللي كيمتد على طول البلاد في القرى وأيضا في المدن، وأيضا المترو في كل المدن والحافلات، وأيضا سيارات الأجرة التي لا تعد ولا تحصى. فبالنسبة للنقل داخل الصين لا يشكل عائق بالنسبة للسياح، وهذه في الحقيقة هي من إيجابيات الحياة في الصين. إذا كانت البلاد كتمتلك وسائل نقل سهلة للمواطنين أو أيضا للسياح، فالناس كيكونوا مرتاحين. نتمنى لأي واحد جا للصين أنه يستمتع بوقت رائع، واللي عنده أي سؤال ولا يحتاج أي حاجة يتواصل معي في الإنستغرام، راه كنجاوب على جميع الرسائل. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على المشاهدة، نشوفكم فيديو جاي إن شاء الله. ما تنسوناش بالدعم ديالكم، سبسكرايب في القناة وأيضا لايك الفيديو، وبارطاجيو الفيديو مع الدراري صحابكم أي واحد مهتم بالصين، بارطاجيو مع هذا الفيديو باش تعمل فائدة على الجميع. شكرا بزاف، نشوفكم فيديو جاي إن شاء الله.